الكلمة قوة، وربما أبلغ من السيف. سحرها قد يحيي إنساناً وقد يدمر آخر. دويها قد يفتك بدول وقد ينهض بأخرى. وبضغطة زر واحدة أصبحت الكلمة في عصرنا هذا مصدراً لمئات بل آلاف الأخبار. بعضها قد يكون حقيقياً وأخرى قد تكون إشاعة. غرضها قد يكون شهرة أو مالاً، أو أن تكون أداة فعالة لتزييف الوعي وهدم المجتمعات. ومع انتشار منصات التواصل الاجتماعي أصبح من الصعب التحكم في سيولة الشائعات أو حتى التحقق منها. فهناك كتائب ولجان إلكترونية وظفت لتحقيق هدفها. لم تعد الشائعة مجرد خبر مغلوط يسعى لتحقيق أعلى معدل انتشار، بل إن لها أنواعاً وتكتيكات مختلفة وفقاً لبيئة وظروف نشرها. فهناك الشائعة المتحولة والتي تقوم على تشويه واقعة حدثت بالفعل مع إعادة إنتاجها. أما الشائعة التمييزية فتهدف لتأجيج الفتنة والعنصرية بين أفراد المجتمع. وهناك الشائعة التخويفية لإثارة الخوف والتشكيك في القدرات والمؤسسات. والآن ما علينا سوى الحذر، فالكلمة ربما تكون فيروساً داؤه الشائعة ودواؤه الوعي. فلا تسقط القلعة لقلة حماتها، وإنما تسقط حينما يتساءل حماتها عن جدوى حمايتها.